بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الأطهار وصحابته الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد وصلنا في شرح العقائد النسفية عند مسألة أو الكلام في عصمة الأنبياء. قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، اللهم آمين، وكلهم كانوا مخبرين مبلغين عن الله تعالى، يعني جميع الأنبياء والمرسلين كانوا يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لأن هذا يعني الإخبار والتبليغ عن الله تعالى هذا هو معنى النبوة والرسالة. صادقين، كلهم كانوا مخبرين مبلغين عن الله تعالى، لأن هذا كانوا مخبرين مبلغين عن الله تعالى صادقين ناصحين، يعني كلهم كانوا من أهل الصدق ولا يجوز عليهم الكذب، وكلهم كانوا من أهل النصح. وأنصح لكم، كل نبي من الأنبياء كان ينصح لقومه كما قال الحق سبحانه وتعالى في شأن سيدنا نوح: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. لئلا تبطل فائدة البعثة والرسالة، يعني إذا لم يكن هناك نصح وإرشاد يبقى إذن بطل معنى البعثة، أو لا تصبح هناك فائدة لبعثتهم أو لرسالتهم. وفي هذا إشارة إلى أن الأنبياء معصومون عن الكذب، يعني هذا عموما، يعني في جميع ما يصدر منهم من أقوال معصومون عن الكذب، خصوصا فيما يتعلق بأمر الشرائع، يعني في ما يتعلق بالتشريع هذه عصمة خاصة، أما فيما سوى ذلك هذا عموما. ولهذا قال معصومون عن الكذب، يعني إيه؟ في كل ما يصدر عنهم. أما فيما يتعلق بأمر الشرائع وتبليغ الأحكام فهذه إيه؟ مسألة خاصة. ولهذا قال خصوصا فيما يتعلق بأمر الشرائع وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة. يلا شكرا. وفي هذا إشارة إلى أن الأنبياء معصومون عن الكذب خصوصا فيما يتعلق بأمر الشرائع وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة. أما عمدا، يعني فيما يتعلق بأمر الشرائع وتبليغ الأحكام فهذا معصومون خصوصا، يعني في هذا الأمر بصفة خاصة، وفي غيره بصفة عامة. أما عمدا فبالإجماع. أما عمدا يعني عصمتهم عن صدور الكذب منهم متعمدين عمدا، هذا مجمع عليه، يعني لا يتعمدون الكذب، فلم يقل أحد أنهم يصدر أو يتعمد أحدهم أن يكذب، هذا يعني منفي عنهم بالإجماع. ولهذا قال أما عمدا، يعني أما عصمتهم من الكذب على جهة العمد، لأنه ممكن الإنسان يكذب على جهة السهو نسيان،
أما عمدا هذا إيه؟ بالإجماع. أما عمدا فبالإجماع، وأما سهوا فعند الأكثرين. يعني أما أن يقع الكذب منهم سهوا فهذا ليس بالإجماع، ولكن عند الغالب، عند الأكثر. إذن فهم لا يكذبون لا عمدا ولا سهوا، إلا أن الفرق في العمد والسهو هو أنه في التعمد مجمع على نفيه، أما في السهو فهذا عند الأكثر، يعني الأقل جوز عليهم الكذب سهوا. وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل. يعني سؤال آخر، احنا عرفنا الآن عصمتهم من الكذب عمدا فهذا إجماع، أما سهوا فهذا عند الأكثر، أما عند الأقل فإنه جائز أن يقع منهم على سبيل السهو أو النسيان. بقيت سائر الذنوب، يعني الذنوب الأخرى غير الإيه؟ غير الكذب، هذه فيها تفصيل. وفي وسعوا كده شوية، ادخل كده شوية. وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل، وهو أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع. إذن خلاص عرفنا ما يخص الكذب. طب لماذا هو؟ ما هو الكذب داخل في الذنوب، أليس الكذب من الذنوب بل من الكبائر؟ فلماذا يعني فصل أو تكلم في عصمتهم عن الكذب على إيه؟ على انفراد، يعني أفرد الكلام ثم تكلم، لأن دلالة المعجزة تقتضي أو المعجزة تدل على الصدق، فإن وقع منهم الكذب فهذا ينافي دلالة المعجزة، فلهذا خصه، لأن المعجزة لا تدل على عصمتهم من سائر الذنوب بل من الكذب، فلينافي. إذن هناك ذنوب، الذنوب قسمان، منها ما ينافي المعجزة وهذا هو الكذب، ومنها ما لا ينافي المعجزة. ذكر الكذب وحده لأنه إيه؟ ينافي المعجزة، يعني يبطل دلالة المعجزة. وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل، وهو أنهم معصومون. يبقى في تفصيل في سائر الذنوب، يعني إيه سائر الذنوب؟ يعني الكبائر الأخرى غير الكذب، الكبائر الأخرى غير الإيه؟ الكذب. وهو أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع. يبقى هنا في هذه الحالة أول ما تكلم عن الكذب تكلم عليه بانفراد، ثم لما تكلم عن الذنوب هتنقسم الذنوب إلى قسمين، كبائر وإيه؟ فهيتكلم أولا عن الكبائر، ويأتي في أكبر الكبائر أو في أشنع الكبائر الكفر والشرك، فلازم يتكلم عنه أولا. فقال إيه؟ وهو أنهم معصومون عن الكفر. طبعا إيه أخرج الكفر هنا من إيه؟ يعني تكلم عن الذنوب، والكفر إيه؟ من أعظم الذنوب أو من أكبر الذنوب، لكن إيه الكفر تكلم عنه وحده ثم تكلم عن الكبائر بعده. يبقى إذن هم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع، يعني لا يجوز أن يقع منهم الكفر أو الشرك قبل الوحي، يعني قبل النبوة، قبل أن يوحى إليهم، ومن باب أولى إذا كان قبل ما يبقوا أنبياء، قبل ما ينزل عليهم لا يجوز، فكيف يجوز بعد؟ لكن السؤال هنا كلمة الإجماع دي، في من جوز، انت عارفين مذهب الايه الخوارج انهم يجوزون ايه الذنوب على الايه على الانبياء،
والذنوب عند الخوارج كلها كبائر، والذنوب عندهم تنافي الإيمان يعني الكفر، مرتكب الكبيرة عندهم كافر، وعند المعتزلة لا مؤمن ولا كافر. يبقى نفهم من هذا أن الخوارج يجوزون الكفر على الأنبياء. ليه؟ لأنهم جوزوا عليهم الذنوب، وكل الذنوب ما عندهمش، هم كبائر وصغائر كلها كبائر، وعندهم الذنب مكفر، لأنه الإيمان عندهم بيتركب من القول إيه؟ والقول باللسان والاعتقاد والعمل. يعني معناها كده هم يقولون مرتكب الكبيرة كفر، فإذا جوزوا على الأنبياء القتل أو الزنا أو أي كبيرة، يعني معناها جوزوا عليهم الكفر. يبقى إذن ما معنى أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعد؟ بالإجماع، مع أن الخوارج خالفوا الإجماع. يبقى الجواب أن هذا اللي هو إيه؟ خلاف الخوارج للإجماع لا يعتد به، ساقط، خلاف هايف ملوش لازمة. فلأجل هذا يعني كأنه لم يعتبرهم. يبقى إذن لا يعتد، تمام، في نقل الإجماع، يعني لا يعكر على هذا خلاف الخوارج، لأنه خلاف لا يعتد به، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. يعني أسقط خلافهم، لم يعتبر، يعني لم يعتبرهم من الداخلين في الإجماع. وهو أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع، وكذا تعمد الكبائر عند الجمهور. تعمد، الآن تكلم عن عصمتهم من الكفر، وهذا هو إجماع أهل السنة والجماعة على أنهم معصومون من الكفر أو الشرك أو ما يشبه ذلك قبل الوحي وبعده. طبعا بالإجماع، لأنه لا يعتد بخلاف مين؟ بخلاف الخوارج. وكذا معصومون، يعني كذا الأنبياء والرسل معصومون من الكبائر عند الجمهور. يعني معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعد عند الجمهور. وهنا لم يقل بالإجماع، قال خلافا للحشوية أو الحشوية. فالحشوية اللي هم يعتبروا اللي يسموا أنفسهم الآن السلفية، أو هم ذا الحشوية، هم يعني خالفوا في هذا. خلاص. وإنما الخلاف في أن امتناعه بدليل السمع أو العقل. أما الخلاف فيه، يعني عند الجمهور هم معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعدها خلافا للحشوية. ما الخلاف فيه؟ في أن دليل امتناع الكبائر عليهم قبل النبوة وبعدها، هل هذا بدليل السمع ولا بدليل العقل؟ هذا الخلاف هنا، إنما في اتفاق على أنهم معصومون، لكن اختلفوا هل الدليل دليل عقلي ولا دليل سمعي. خلاص كده؟ يعني ثبوت أو دليل امتناع تعمدهم من عدم، يعني أنهم لا يتعمدون ارتكاب الكبيرة، طبعا غير الكذب، هل هذا الدليل دليل عقلي ولا دليل سمعي؟ في خلاف هنا. فجمهور الأشاعرة والقاضي الباقلاني على أن عصمتهم عن الكذب في التبليغ ثبتت بالمعجزة الدالة على صدقهم، أما غير الكذب في التبليغ فلا يعرف بالعقل. غير الكذب ده يرجع إلى إلى النص أو إلى الإجماع، طبعا قبل ظهور المخالف.
لكن ذهب بعض الأشاعرة وجمهور المعتزلة إلى أن عصمتهم عن سائر الكبائر ثبتت بدليل عقلي. ما هو الدليل العقلي؟ قال لأنه لو أنهم فعلوا الكبيرة زي القتل وزي الفواحش، هذا ينفر الناس عن اتباعهم، وهذا ينافي حكمة الإرسال، فهذا دليل عقلي. والبعض قال لا، الدليل العقلي في إيه؟ عصمتهم من الكذب، أما سائر الذنوب فهذا يرجع إلى إيه؟ إلى الدليل السمعي. يبقى وإنما الخلاف في أن امتناعه بدليل السمع أو العقل. وأما سهوا فجوزه. يعني تكلم على هنا تعمد الكبائر، تمام؟ أما سهوا يعني يكون تقع الكبيرة منهم على جهة السهو مش على جهة العمد. فجوزه الأكثرون، يعني الأكثرون لم يمنعوا وقوع الكبائر، أو جواز أن تقع الكبيرة منه على سبيل السهو، زي مثلا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، يعني ممكن تقع سهوا. هذا رأي مين؟ رأي الأكثرين، لكن المختار أو المعتمد هو رأي الأقلين في المسألة دي، كما في شرح المواقف وغيره. في شرح المواقف قال إنه المعتمد هو رأي القلة وليس رأي، لأنه أقوى، أنه لا يجوز عليهم أن الكبيرة لا يجوز أن تقع منهم على سبيل السهو. خلاص، يبقى ده رأي مين؟ ده رأي الأكثرين. وأما الصغائر، خلاص بيتكلم هو عن إيه دلوقتي؟ عن الكذب وحده، تكلم عن الكفر، وتكلم عن الكبائر سواء عمدا أو سهوا، والآن حيأتي الكلام على إيه؟ على الصغائر. وأما الصغائر فتجوز عمدا عند الجمهور خلافا للجباء وأتباعه. الجمهور جوزوا أن تقع الصغائر عمدا خلافا للجباء. الجباء وأبو علي الجباء ومن تبعه قالوا لا تجوز، لا يجوز تعمدها، تمام؟ واحنا هنا موافقين لمين؟ للجبائي. وتجوز سهوا بالاتفاق. وتجوز سهوا يعني يجوز وقوع الصغائر سهوا، هذا باتفاق. لكن هو لما قال بالاتفاق تبع مين؟ تبع صاحب المواقف اللي هو مين؟ الإيجي. يعني هو ماشي على كلام الإيجي انه تجوز الصغائر سهوا بالاتفاق، لكن القاضي عياض نقل عدم الجواز، فاحنا مع القاضي عياض. وتجوز سهوا بالاتفاق الا ما كلمة الاتفاق دي مش ليست محررة، لانه القاضي عياض ذكر عدم الجواز، فكيف يكون هناك اتفاق؟ إلا ما يدل على الخسة، هذا باتفاق. يبقى الاتفاق في مش في كل الصغائر سهوا، إذا كان ما يدل على الخسة هذا معصومون منه باتفاق سهوا أو عمدا. يبقى إلا ما يدل على يعني إلا ما يدل على، مش قال وتجوز سهوا، إلا ما يدل على الخسة يعني فلا يجوز. زي ما يدل على الخسة يعني الوضاعة أو المهانة، سرقة لقمة يعني حتى في مثل هناك في الصعيد يقول لك إذا سرقت
اسرق جمل مش تسرق يعني تسرق حاجة كده وتهان بسببها وهي شيء صغير، زي في بعض الناس يسرق الأحذية فهذا دليل على القصة، إنما لو سرق الحقيبة أو الموبايل لا يدل على القصة. ففي ناس عندها خسة تسرق الشباشب، تسرق الأحذية، تمام، وإيه ها تطفيه بحبة، يعني يطفف، يعني لما يجي يكيل في الكيل أو الميزان يطفف، يعني يزيد، بس هي حبة حاجة يعني لكن المحققين اشترطوا أن ينبهوا عليه فينتهوا عنه. المحققين اشترطوا أنه ينبه عليه، يعني عندما ينبه ينتهي كله بعد الايه، يعني كل هذا بعد الوحي، يعني هذا الامتناع سهو وعمد وكذا، وأما قبله بالنسبة للكبائر، أما بالنسبة للكذب والكفر الكلام تافي، أما هنا بعد الوحي بيتكلم عن الكبائر والصغائر، وأما قبله فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة، يعني بيقولوا قبل الوحي ما فيش دليل على امتناع صدور الكبيرة، وذهبت المعتزلة إلى، احنا ما قلنا خلافا لمين؟ الجبائي، الجبائي ده من المعتزلة، وذهبت المعتزلة إلى امتناعها، يعني امتناع الكبيرة قبل البعث، لأنها توجب النفرة، يعني الناس ينفروا، يعني لما يجي يدعوهم مثلا إلى الصلاح وإلى التقوى يقول للناس مثلا لا تقتلوا أولادكم، لا تسرقوا، لا تزنوا، فيقولون أنسيتم أنكم سرقتم قبل ذلك وزنيتم، يعني الناس تعيرهم بها وتنفر ولا يتبعونهم، قال لأنها، فدليل المعتزلة دليل إيه؟ عقلي، لأنها توجب النفر المانعة عن اتباعهم فتفوت مصلحة البعثة. ولخص هنا كل الآراء في مسألة عصمة الإيه؟ الأنبياء. والحق منع ما يوجب النفرة. الشيخ هنا اختار قال إنه ما يوجب النفرة يعني قبل البعثة ممنوع، زي إيه؟ عهر أو عهر الأمهات، يعني كونه يعني تكون أمه زانية، تمام، والفجور، يعني يكون له أب مثلا فاجر أو زاني أو كذا، فهذا إيه يعني ما ينفر الناس من اتباعهم، يعني إذا كان وقع لأمهاتهم فحش أو عهر وكذلك لآبائهم فجور فهذا ينفر الناس، فهذا لا يجوز عليهم. والصغائر الدالة على الخسة، يعني الصغائر فيها نوعان، ما يدل على الخسة وما لا يدل، فما يدل فهو إيه؟ الحق في منعه. ومنع الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده. يبقى إذن إحنا نعمل إيه؟ نمشي أو نتبع في هذه المسائل الأليق والأنسب بمقام النبوة، فنقول إن الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم معصومون مطلقا مطلقا، يعني العصمة معناها أن الله تعالى، إيه معنى العصمة؟ أن الله تعالى حفظ بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه ولو نهي كراهة أو خلاف الأولى، وهذا إيه؟ قبل النبوة وبعدها، يعني هم محفوظون ظاهرا من الفواحش الظاهرة زي الزنا شرب الخمر، وكذلك معصومون ومحفوظون من الفواحش أو المنكرات الباطنة كالحسد والكبر والرياء، هذا الذي يعني ندين الله تعالى عليه، هذا ما تعلمناه من مشايخنا الأكابر،
وده رأي كبار المحققين من علماء أهل السنة والجماعة زي القاضي عياض، تمام؟ وهذا هو الأولى، تمام؟ فلا تجوز عليهم لا كبائر ولا صغائر، لا قبل النبوة ولا بعدها، لا عمدا ولا سهوا. أما ما ورد في النصوص هذا يحتاج إلى يعني تفصيل طويل، ولكن هناك قاعدة وهي إيه؟ أنه يجب صرف هذه النصوص عن ظاهرها وتفسيرها أو تأويلها بما يتفق مع القول بالعصمة. يعني مثلا مثال سريع، ولقد همت به وهم بها، هناك تفاسير كثيرة خاطئة تبين أن سيدنا يوسف وقع في الخطأ أو المعصية، ولكن التفسير الأليق أنه في تقديم وتأخير في الكلام، ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم، إذن لم يحدث منه هم ولكن منها، خلاص كده. وكثير من الآيات لو أننا تتبعنا كل نبي من الأنبياء نجلس يمكن ساعة أو أكثر. وفي كتاب للإمام الرازي اللي هو تنزيه الإيه؟ تنزيه الأنبياء عن إيه؟ في كتاب في عصمة الأنبياء للإمام الرازي ولغيره أيضا في البيان أو في توجيه المعنى المناسب الذي لا يقتح ولا يبطل العصمة. خلاص؟ يلا. ومنع الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده. عندك الشيعة، الشيعة وتقرأ كده الشيعة، في ناس يقول لك الشيعة، لا تفتحش ليها الشين مكسورة، لأنهم إيه؟ هم الذين شايعوا عليا يعني ناصروه وقالوا إنه الإمام الحق بالنص، وأن الإمامة لا تخرج عنه ولا عن أولاده من بعده. هؤلاء هم الشيعة، طبعا هم طوائف وفرق كثيرة، فذهبوا. وتجد الشيعة هنا متفقون مع المعتزلة، فرأي المعتزلة في مسألة العصمة هنا يعتبر أحسن الآراء في مسألة إيه؟ تنزيه الأنبياء وعصمة، لأنهم دافعوا عن ذلك بأدلة عقلية ونقلية. فالشيعة تابعون في الإيه؟ للمعتزلة. الشيعة إيه؟ قالوا إيه؟ بامتناع صدور الإيه؟ رغم أن هم الشيعة طبعا أقدم في الظهور من المعتزلة أقدم، بس التكوين العقائدي أو تكوين مسائل الاعتقاد جاء في مرحلة متأخرة. فقالوا لا تصدر عنهم الإيه؟ الكبيرة ولا الصغيرة، لا قبل الوحي ولا بعد. لكنهم ده المصيبة بتاعه، يعني جو في الآخر كحلوها زي ما يقولوا عموها. شوف الشيعة متناقضين مع أنفسهم، قالوا إيه؟ قالوا يمتنع أو لا يجوز عليهم الصغائر ولا الكبائر، لا قبل النبوة ولا بعدها، ولكن مع ذلك جوزوا إظهار الكفر تقية أو تقية. يعني يجوز إنه النبي يظهر الكفر أو الشرك فقط، مش يعني يعتقده، يعني يحكيه في الظاهر من إيه؟ من باب التقية. هي معنى تقية أو تقية يعني اتقاء الهلاك، لأنه لو أظهر الإسلام مثلا في بلاد الكفار يبقى معناه حيقتل، يعني حيلقي بنفسه إلى التهلكة. فعشان يحافظ على نفسه وعلى مهجته من القتل يظهر
يظهر ال... لكن هنا في مصيبة. هذا يعني يجوز إيه؟ إنه أصلاً الأنبياء لا يبلغون الرسالة من أساسها برضو تقية خشية أن يقتلوا. يعني إذن هذا إيه دليله؟ مش حيقف هنا فقط، يعني إذا كان يجوز إظهار الكفر يبقى يجوز عدم التبليغ أيضا إيه اتقاء للهلاك، فتفوت الدعوة أو الرسالة من أصلها. يعني إذا جاز له أن يكفر ظاهرا يبقى يجوز له أن يكتم فلا يبلغ، يبقى إذن ما معنى الإرسال؟ والذي يبطل قول الشيعة إنه سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا إبراهيم كلاهما تعرض لطاغوت وجبروت فرعون، وسيدنا إبراهيم النمرود، ومع ذلك لم يظهر الكفر بل قاومه، فهذا يبطل على هذا يبطل كلامه. خلاص يبقى لا يجوز، يبقى هذا قول باطل، لأنه معنى هذا أنه ممكن يخفي الدعوة من باب ليه؟ من باب التقي. إذا تقرر هذا فما نقل عن الأنبياء مما يشعر بكاذب أو معصية. إذن هذا هو الذي تقرر سواء كان عقلا أو نقلا إلى آخره. يبقى إذن يبقى البحث في النصوص الواردة زي الآيات القرآنية، زي وعصى آدم ربه فغوى، زي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوكزه موسى، أو قال رب إني قتلت منهم نفسا، إلى غير ذلك مما ورد أنه يفيد أن الأنبياء يقع منهم الشرك أو الكفر أو الكبائر أو المعاصي إلى غير ذلك. أولا إذا كان النص الوارد ضعيف يعني غير صحيح وغير ثابت لا يلتفت إليه، أما إذا كان متواترا زي القرآن أو مثلا أحاديث قوية صحيحة، هنا ما نقل عن الأنبياء مما يشعر بأنهم كذبوا أو عصوا، فما كان منقولا بطريق الآحاد يعني حتى لو كان صحيحا إذا نقل بطريق الآحاد فهو مردود لأنه لا يقبل هنا. وما كان يعني لا نتكلف تأويل ولا نتكلف يعني له يعني محامل إذا كان آحاد، وما كان منقولا بطريق التواتر زي القرآن فمصروف عن ظاهره إن أمكن. يبقى ليس المراد الظاهر، هذا بحسب الإمكان، لكن إذا لم يمكن أن يصرف عن ظاهره كان صريح جدا كده أو واضح فهذا محمول على ترك الأولى، أو أننا نقول قبل البعثة كقوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه، يعني هذا كان قبل الإيه النبوة. وتفصيل ذلك يعني لما نجي نفصل نرجع إلى كتب الرازي، وهناك كتاب لابن حمير تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء، وفي كتب للسيوطي وكتب كثيرة في هذا الأمر فيها إيه تفصيل طويل، وتفصيل ذلك في الكتب الإيه المبسوطة يعني الكتب المطولة. وأفضل الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى كنتم خير أمة، ولا شك أن خيرة الأمة بحسب كمالهم في الدين، وذلك تابع لكمال نبيهم الذي يتبعونه.
نعم. والاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أفضل الأنبياء سيدنا محمد. طيب كيف، ما هو الدليل على ذلك؟ الله تعالى قال كنتم خير أمة، فإذا ثبتت خيرية التابع إذن فالمتبوع من باب أولى. يعني الأمة التي هي أمته التي بعث إليها هي خير أمة، إذن فهو خير وأفضل نبي. ولا شك أن خيرية الأمة بحسب كمال في الدين، وذلك تابع لكمال نبيهم الذي يتبعونه. يبقى الاستدلال بخيرية بخيرية التابع على خيرية المتبوع. وإذا ما الجناب كان عظيما مد منه لخادميه لواء، وإذا عظمت سيادة متبوع أجل أتباعه الكبراء. والاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر ضعيف. جاب الأول الدليل اللي هو القياس، وقدمه على النص. كان المفروض يجيب النص الأول وبعدين يجيب القياس. طب لماذا قدم القياس؟ قال لأن الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، مش الحديث ضعيف، الاستدلال به ضعيف. أما الحديث ده في مسلم، صحيح مسلم. يبقى الاستدلال بإيه؟ الاستدلال ضعيف. ليه؟ لأنه لا يدل على كونه أفضل من آدم بل من أولاده. يعني هذا الحديث أنا سيد ولد آدم يعني هو أفضل أولاد آدم، مش أفضل من آدم. خلاص كده. لأجل هذا قال إيه؟ الاستدلال إيه بهذا الحديث إيه ضعيف. خلاص. فلأجل هذا قدم إيه إنه جاب دليل كنتم خير أمة، وهذا دليل يعني واضح جدا ولا إيه يطعن فيه، يعني يسلم من الاعتراض، صريح يعني في يعني بس بالقياس. الإيمان بالملائكة. والملائكة عباد الله تعالى العاملون بأمره، ولا يوصفون بذكورة ولا أنثى. يعني هنا لما اتكلم عن الملائكة طبعا عند جمهور المسلمين أن الملائكة أجسام لطيفة نورانية، عندهم القدرة على التشكل في صور مختلفة لكن صور حسنة، بخلاف الشياطين والجن عندهم القدرة على التشكل ولكن صور قبيحة أو حسنة. أما الملائكة صور إيه؟ حسنة. ولهم مقدرة عجيبة على الأعمال الشاقة، يعني الملك يستطيع نقل جبل من الجبال ويستطيع تدمير بلدة بأكملها. عندهم قوة على الإيه؟ على الأعمال الإيه؟ الشاقة. والملائكة عباد الله تعالى العاملون بأمره على ما دل عليه قوله تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يعني إذا كانت هذه أوصاف الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وفي آيات أخرى لا يعصون الله ما أمرهم وإيه؟ طيب. احنا قلنا هم إيه؟ أجسام، لكن إذا كانوا أجسام يعني كائنات حية فهل هم ذكور ولا إناث؟ فقال ولا يوصفون به بذكورة ولا إيه؟
ولا بأنوثة، إذ لم يرد بذلك نقل، ما فيش نقل دل على أنهم ذكور ولا على أنهم إناث، ولا العقل يستطيع أن يقول شيئا في ذلك. يا لا تستطيع بالعقل أن تثبت الذكورة ولا تنفيها، ولا الأنوثة ولا تنفيها، لا بالعقل ولا بالنقل. حتى اللي في النقل مثلا في قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم إيه؟ عباد الرحمن إناثا، مش ده هنا يعني كده أشاهدوا، لكن الإنكار هنا على إيه؟ على أنهم مثلا جعلوا الجميع، وقد يكون بعضهم ذكور وبعضهم إناث، لكن هم جعلوا الكل إناث، فهذا لا يفيد أنهم إيه؟ ذكور. خلاص كده. وكذلك في قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الإيه؟ الأنثى. فهذه ما فيش، إحنا لا نستطيع لا نصفهم بهذا ولا بهذا، لا بالذكورة ولا بالإيه؟ بالأنوثة. لكن في بعض النصوص، يعني مثلا لما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم كان معهم مين؟ إبليس. وبعض المفسرين أو بعض الآراء يقول إنه إبليس من الملائكة. طب إبليس له ذرية، لما له ذرية معنى كده له أنثى، له زوجة، يبقى كده في الملائكة في إيه؟ في إناث، ما دام في ذرية. ففي أجوبة وردود على هذا، أن إبليس ليس من الملائكة وإنما دخل فيهم بالتغليب. نعم. وما زعم عبدة الأصنام أنهم بنات الله تعالى محال باطل. عبدة الأصنام زعموا أن الملائكة إيه؟ بنات الله. طب ليه قالوا كده هم؟ قالوا لأنه لما يكون الإنسان في العرب، جهلة العرب كده، المشركين كانوا يخافوا على البنات ما يظهرهاش، يكون عنده بنت يخفيها يحافظ عليها، فلما كانوا الملائكة لا يرون مش شايفينهم مخفيين، فقالوا يبقوا ايه؟ بنات. أما عيسى الظاهر سيدنا عيسى لما عبد، فقالوا على الملائكة ايه؟ بنات، لأنهم غير ظاهرين غير مرئيين، هذا اللي خلى المشركين يقولوا عليهم ايه؟ بنات الله. هذا محال وهذا باطل. وإفراط في شأن، منين الكلام ده أن المشركين في مكة قالوا عن الملائكة بنات الله؟ منين جابوا له؟ في آية ايه؟ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الجنة اللي هم لا يرون، يعني جنة يعني استتر اختفى، فجعلوا بين الله وبين الملائكة علاقة نسب، انهم هؤلاء بنات. بينه وبين الجنة، المراد هنا ايه؟ الجن يعني هو ما توارى ما لا يرى نسبا، يعني جعلوا بين الله وبين الملائكة. فهذا كلام محال وباطل. وإفراط في شأنهم، يعني الكفار مكة غالوا، يعني أفرطوا، خلوا الملائكة يعني قدسوهم، ادوهم منزلة أعلى من إيه؟ أنهم جعلوهم آلهة. أما اليهود امتهنوا قدسية الملائكة وقالوا ده الملائكة زينا ويعصوا ويشربوا خمر وممكن يقع منهم الزنا، وعشان كده ربنا بيعاقبهم بالمسخ، يعني الملك اللي يعصي أو يزني ربنا يمسخ ويخليه كلب يخليه خنزير. يعني هم عملوا أنقصوا إيه؟ تعظيم الملائكة اليهود، والمشركون بالغوا في التعظيم، قالوا بنات الله، واليهود قالوا إيه؟ جوزوا عليهم ارتكاب الكفر والمعاصي والذنوب، وعشان كده ربنا يعاقبهم بالمسخ.
يبقى في ايه؟ افراط وفي تفريط. الافراط من مين؟ من مشركي مكة. والتفريط من مين؟ من اليهود. كما أن قول اليهود إن الواحد منهم قد يرتكب الكفر فيعاقبه الله بالمسخ تفريط وتقصير في حالهم. يعني ده في إفراط يعني غلو، وتفريط يعني تنقيص. فإن قيل أليس قد كفر إبليس؟ أنتم بتقولوا الملائكة معصومون ولا يستكبرون ولا تجوز عليهم الذكورة ولا الأنوثة، أهو إبليس كفر على طول، أبى واستكبر وكان من الكافرين وكان من الملائكة. وكان من الملائكة بدليل صحة استثنائه منهم. إيه معنى صحة استثنائه؟ لأن الاستثناء في اللغة الإخراج، يعني هو الله تعالى قال الملائكة سجدوا وأخرج واحدا منهم لم يسجد، فلولا أنه كان داخلا لم يخرج، لأن الاستثناء معناه في اللغة الإخراج، والإخراج معناه أنه المستثنى داخل في جنس وإلا لا يصح الإخراج، كيف تخرجه وهو ليس منهم أصلا؟ يعني مثلا أقول دخلت الحمير الحظيرة إلا زيد، لا صح، لأنه ليس داخلا فيهم حتى أخرجه منهم، فما يصحش الإخراج الاستثناء إلا إذا كان الإبليس داخل في الملائكة، فكيف يستثنيه الله؟ لو لم يكن منهم لما استثناه الله تعالى. ده الاعتراض الأول. وطبعا قلنا لا، بل كان من الجن ففسق. يعني الإجابة القاطعة والنهائية أنه لا، يعني لم يكن داخلا في الملائكة بل كان من الجن ففسق عن، والآن النص صريح كده. وبعدين عندك أربعة، يعني في معركة كبيرة في التفسير، هل هو من الملائكة؟ يعني موضوع طويل، مع أنه في نصوص قطعية صريحة أنه لا يجوز أن يكون من الملائكة. أول شيء قوله أول حاجة نص قطعي كده، خلقتني من نار، الملائكة مخلوقون من نور. النص الثاني قوله تعالى استكبر، والملائكة لا يستكبرون. النص الثالث قوله تعالى أفتتخذونه وذريته والملائكة لا يتناسلون. النص الرابع اللي هو الصريح أصرحها كان من الجن. ما معنى الكلام الثاني؟ لكن بقي الإشكال في أنه استثني منهم، يعني معناها كان منهم. فقال قلنا لا، بل كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لكنه اللي جعل الخطاب يشمله، لكنه لما كان في صفة الملائكة في العبادة، يعني كان متشبه بهم في العبادة والقيام والدعاء والذكر، نسب إليهم كما تقول هذا الرجل ليس بشرا بل هو من الملائكة، هو بشر، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هل هو ملك ولا هو شبه بالملائكة؟ فهكذا. فإبليس لما صار شبيها، أو أنه الأمر كان للملائكة وهم أعلى منزلة وأكبر من الجن، فلما كان الأمر إلى الأعلى يشمل من باب أولى الأدنى. يعني مثلا إذا دخل الملك فقام له الوزراء احتراما، وفي المجلس من هم نواب للوزراء، ألا يقومون؟ مع أن الأمر لم يكن لهم،
يعني جاء أو صدر الأمر إلى الوزراء بأن يقوموا، فإذا جلس نواب الوزراء فلم يقوموا يبقى هم في معصية، لأن من هو أكبر منهم وأعلى منهم قام احتراما وإجلالا. فإذا لأن الأمر إذا توجه إلى الأعلى يشمل الأدنى. لكنه لما كان في صفة الملائكة في باب العبادة ورفعة الدرجة وكان جنيا واحدا مغمورا فيما بينه صح استثناؤه منهم تغريبا. آية تمام كذا، يبقى هو دخل فيهم تغليبا، يعني شمله الأمر لأنه كان مغمورا في جملتهم. خلاص كده، يعني مثلا لما يجي واحد مثلا يكون طالب ليس من مصر جالس، فيأتي مثلا رئيس الجامعة أو عميد الكلية فيؤمر الطلبة بالقيام فيقوم جميعا وفيهم واحد ليس، هل يجلس ولا يقوم معهم؟ طب لماذا قام هذا مع أنه ليس منهم؟ من باب التغليب، لأنه لا ينبغي أن الكل يقوم واحد يجلس. وأما هاروت وماروت، يبقى خلاص خلصنا من مشكلة مين؟ إبليس. يعني هذه لا تقدح لأنه هو في الحقيقة لم يكن من الملائكة، وإنما دخل فيهم لأنه تشبه بهم أو لأن الأمر صدر إليهم وهم في طائفة الجن وهم أدنى من من الملائكة، فشملهم الأمر لأنه يشمل من هو أعلى منهم، أو دخل فيهم بحكم بحكم التغليب، ولذلك جاز إخراجه بالاستثناء. وبعدين في نص ثاني يفيد أن إبليس كان له أمر أيضا، يعني لم يدخل في الأمر العام للملائكة فقط، لما قال الله تعالى للملائكة اسجدوا وبعدين إبليس امتنع، قال الله له في آية أخرى ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، يعني كان له أمر، يعني كأنه كان في أمر للملائكة وفي أمر للجن، لكن لما الكل سجد إلا هو أخرج وحده، بقيت وأما هاروت وماروت فالأصح أنهما ملكان. هي موضوع هاروت وماروت شغل كتب التفسير بطريقة عجيبة، إنه قصة ايش هذا هاروت وماروت شغل الكتب المفسرين انه هاروت وماروت كان من الملائكة ملكين اهبطهما الله الى الارض. لماذا؟ لانهم حسب الروايات والروايات معظمها روايات إسرائيلية أنهما يعني قال لله تعالى إحنا أفضل من بني آدم وكذا، زي مثلا لما الملائكة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها، فقال لهما لو ركبت فيكم الشهوة كما ركبت في بني آدم لعصيتم مثلهم، قالوا لا، حتى لو ركبت فينا الشهوة لا نعصي كما يعصي الناس. المهم خلاصة القصة أنهما أهبطا إلى الأرض ومثلت لهم الزهرة، كوكب الزهرة زي كوكب عظيم زي الأرض، تمثل في جسد امرأة من أجمل النساء، فلما ركبت الشهوة في الملكين راودوا المرأة عن نفسها فأبت عليهما وقالت حتى تنطق بكلمة الشرك أو الكفر، فرفض، قالوا معاذ الله. فبعد قليل جاءت بصبي وقالت حتى تقتل هذا الصبي، فقال معاذ الله. بعد قليل جاءت بإناء فيه خمر
وقالت حتى تشرب الخمر. قالوا الخمر ده سهل ما فيش يعني فيه يعني. فشرب الخمر ثم قتل الصبي ثم ايه زنيا بالمرأة. ولهذا كانت الخمر دي ام الايه ام المعاصي او ام الخبائث. ايه اللي حصل بعد كده؟ ان الله تعالى مسخهما، خلاهم ايه، خلى الملائكة دول خلاهم ايه في صورة الكواكب، او مسخ الزهرة بدل ما كانت امرأة مسخها كوكب، المهم حصل ايه مسخ، او خيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، يتتعذب في الدنيا يتتعذب فين؟ في الآخرة. فاختار عذاب الدنيا لأنه منقطع. القصة دي طبعا في كثير من المفسرين كبار أثبتوها وتكلموا عنها كأنه ليس فيها أي شيء، وفي بعض المفسرين اعترضوا على القصة. ليه؟ لأنها تنافي عصمة الملائكة. بعدين فيها مخالفة للقرآن الكريم. أمال لما احنا نقرأ الآيات اللي في سورة البقرة اللي هي ايه؟ اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فاتع إلى آخر الآية. أولا الإشكالية جت فين هنا؟ إنه الآية بتقول إيه؟ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. يعني هل الله سبحانه وتعالى بابل دي في العراق اللي ولد فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام، فهل ربنا سبحانه وتعالى أنزل السحر على الملائكة؟ وكيف الملائكة يعلمون الناس السحر؟ مع انه تعليم السحر في كلام في حكم ايه تعليم السحر، قيل انه حرام وقيل انه مكروه وقيل انه مباح. بس ليه مباح؟ من اجل ان ايه يتقي منه، عشان يحذر منه يعني يعرفه، عشان ايه او انه مباح تعلمه حتى يفرق بينه وبين المعجزة. وقيل انه اذا كان عشان يفرق بينه وبين المعجزة او الكرامة بواجب، واجب كمان مش يعني ليس مباح. لكن قالوا اذا كان فيه يعني في تعليم السحر ما يخل بشرط من شروط الايمان يكون كفرا. طب اللي حيرتكب السحر حكمه ايه؟ قالوا الساحر يقتل ذكرا كان او انثى إذا سعى بسحره في الإفساد بين الناس. أما إذا كان يسعى به لكفر الناس عشان الناس تكفر يبقى يقتل الذكر ولا تقتل الأنثى. في تفصيل في حكم الساحر والساحرة. لكن السؤال هنا بعض المفسرين أو بعض المحققين، طبعا ما رأي الجمهور هنا في المشكلة في لفظ ما يعلمون الناس السحر وما أنزل، يعني السحر غير ما أنزل، لأن الواو للعطف والعطف يقتضي الإيه، يعني ليس الذي أنزل على الملائكة هو السحر. وما في الآية حسب رأي الجمهور أنها اسم موصول، يعني يعلمون الناس السحر والذي أنزل، ده قول الجمهور. يبقى معنى كده السحر شيء غير الذي أنزل على الملكين. لماذا؟
لأنه لا يجوز أن يجعل المعطوف والمعطوف عليه شيئا واحدا إلا بدليل. يعني طالما في عطف يبقى المعطوف غير الإيه. ولهذا قال الشيخ الألوسي في التفسير قال يعلمون الناس السحر وما أنزل، يعني يعلمون شيء يجمع بين السحر وبين المنزل على الملكين من أجل الابتلاء والامتحان. أو العطف على إيه؟ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. وما أنزل على الملكين ليست معطوفة على السحر، وما المعطوفة على إيه؟ اقرأ الآية. واتبعوا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما أنزل على الملكين. يبقى ما أنزل على الملكين معطوف على ما تتلو الشياطين، يعني تتلو الشياطين وما أنزل على الملكين. يبقى معنى كده أنه هو معطوف على ما تتلو الشياطين، يعني معنى كذا كأن الله تعالى يقول إن اليهود اتبعوا أمرين، اتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما أنزل على الملكين من أجل إيه؟ أنه يعملوا إيه؟ تلبيس على الناس. طيب سؤال هنا، إذا كان على حسب ما قال البعض أنه الله تعالى أنزل هذا، يعني أنزل على الملكين السحر، كيف يصح أن الله تعالى نزل السحر على الملائكة ليعلموه الناس؟ وما سبب ذلك وما فائدته؟ أولا قال ابن جرير، ابن جرير ده من كبار المفسرين، تفسير ابن كثير عبارة عن تلخيص لمين؟ لتفسير ابن جرير الطبري. فابن جرير بيقول ايه؟ ليس في العلم بالسحر إثم، كما أنه لا إثم في العلم بصناعة الخمر. لو أنت عندك علم كيف تصنع الخمر هل تكون آثما؟ ولو عندك علم كيف يصنع الصنم هل تكون آثما بمجرد العلم؟ قالوا إنما الإثم في العمل، يعني أنت ممكن تعرف كيفية صناعة الأصنام وتعلم كيفية السحر وتعلم كيفية تركيب الخمر، لكن لا تكون آثما إلا بالعمل بالشرب أو بالممارسة، ليس بالعلم فقط. والسبب في إنزال الملكين ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى أنزل الملكين عشان يعلموا الناس السحر. ضم اليهود بيتعلم السحر واللي هو الشياطين بيعلموا ليه السحر، فربنا كمان ينزل ملائكة تعلم السحر. واحنا ناقصين معلمين، يعني التعليم ايه كثير موجود، الشياطين بتعلم واليهود بيعلموا، ليه ربنا ينزل؟ قال لك لا، ده ربنا لما كان السحر كثير والصناعة كثيرة، وبعدين هؤلاء السحرة موهوا على الناس وادعوا النبوة، عشان بيعملوا خوارق للعادات، يعملوا حاجات ايه غريبة، فبعض الناس يعني كفرت بسببهم وكانوا يتحدون الناس بسحرهم، فوقع الشك في النبوة، هل السحرة دول أنبياء ولا مش أنبياء؟ فأنزل الله تعالى الملكين عشان يعلموا الناس السحر، عشان يفرق به بين المعجزات وبين التمويه، يعني عشان يحصل الناس يميزوا بين الايه الصدق وبين الكذب وبين المعجزة وبين السحر. ليه؟ لأنه
شوف سحرة فرعون، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وقالوا، فربنا سبحانه وتعالى جاء لسيدنا موسى بمعجزة عظيمة فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فالناس العادية، الناس العوام، الناس الأميين كيف يعرف الفرق بين يعني لو يعني هل سيدنا موسى من السحرة، وهل السحرة لما السحرة بيعملوا ايه؟ يلقوا عصيهم تتحرك وتصبح ايه؟ ثعابين. فلا بد، عاوزين شيء يميز بين الايه؟ فعل السحرة وبين الايه؟ المعجزة، تمام؟ فلهذا أنزل الله الملكين عشان يبينوا للناس انه ده الباطل وده الايه؟ وده الحق. فالإمام الرازي بيقول لا شك أن هذا من أحسن الأغراض والمقاصد. يعني الله تعالى أنزل الملائكة أو الملكين لغرض شريف، وهو تحذير الناس من أفعال السحرة والكهنة. وذهب بعض السلف زي سيدنا عبد الله بن عباس والربيع بن أنس، جاءوا بتفسير ثاني، قالوا احنا طبعا قلنا رأي الجمهور انه وما انزل يعني والذي انزل، فتكون ما ايه؟ ها؟ موصولة. اما سيدنا ابن عباس والربيع ابن انس قال ما نافية، وده يريحنا جدا. يعني الله تعالى يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وهذا الذي تتلوه الشياطين وتفعله ما أنزل على يعني الله لم ينزله، فيبقى ما نافية، فيكون المعنى أن الله لم ينزل على الملكين السحر، بل في الآية في ماء تاني، فتكون ماء زي الماء اللي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر. دي ما هنا ايه؟ هل دي موصولة ولا نافية؟ دي نافية، وما كفر سليمان. يبقى اذا ما اللي وما انزل زي الماء بتاعت وما ايه؟ بتاعت وما كفر سليمان. خدتوا بالكم؟ يبقى ما التي في قوله تعالى وما كفر سليمان مثل ايه؟ ما اللي هي ايه؟ وما انزل على، يبقى ما نافيه. يبقى المعنى ايه؟ ان الله لم ينزل على الملكين السحر، كما ان سليمان عليه السلام لم يكفر. يبقى اذا بس هيبقى في ايه في الكلام؟ هيبقى في تقديم وتاخير. ليه التقديم عشان يستقيم المعنى؟ فاليهود قالوا ايه؟ ان الله تعالى انزل ملكين اللي هم مين؟ جبريل وميكائيل، انزلهم الله بالسحر. اليهود ادعوا كده، فنفى الله ذلك. فتقدير الكلام وما كفر سليمان وما انزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. يبقى هاروت وماروت دول من الشياطين مش من الملائكة. يبقى وما تتلو الشياطين لهم هاروت وشيطانان، أو قيل ده هاروت وماروت مش اسم لشخصين، ده اسم لقبيلتين من الشياطين، يعني على بدليل إيه؟ الجمع، تمام؟ بدليل ايه؟ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وما ايه؟ وماروت. يبقى ده اسم قبيلتين من الايه؟ من الشياطين. يبقى معنى هذا انه هاروت وماروت بدل من مين؟ بدل من الشياطين. خلاص؟ بدل من الشياطين. مين اللي ذكر التفسير الجميل ده اللي هو ايه يزيل الاشكال؟ القرطبي. وقال هذا اولى ما حملت عليه الايه من التاويل،
وأصح ما قيل فيها ولا يلتفت لسواه، لأن السحر من فعل الشياطين لا من فعل الملائكة. القرطبي ريح الدنيا، قال ده هو التفسير الصحيح ده، لكن حيؤدي إلى إيه؟ اختلال النظم، عايزين تقديم وتأخير عشان المعنى يستقيم. وبعدين في فريق آخر من المفسرين، ده الموضوع يطول، ده في كتاب كامل في الموضوع، في واحد كان عامل كتاب كامل في القضية دي من أولها إلى آخرها. قصة هاروت وماروت في ميزان المعقول والمنقول، كتاب كامل ينفع رسالة دكتوراه ولا بتاع شيخنا الله يرحمه الشيخ عيادة ابن أيوب الكبيسي، كان معانا في الإمارات في دبي. في فريق من المفسرين قالوا إيه؟ قالوا إن هاروت وماروت أنكروا أن يكونا ملكين، قالوا هم مش من ملائكة أصلا، هما رجلان ببابل يعلمان الناس السحر، ثم اختلفوا في صفة الرجلين، فبعض المفسرين قالوا كانا فاسقين مجرمين، يعني يدعيان أو يتظاهران بالصلاح، وقال آخرون بل كانا صالحين شبها من كثرة أو من زيادة صلاحهما بالملائكة. وفي تفسير آخر إنه الملكين هما داود وسليمان، على أن القراءة هكذا وما أنزل على الملكين بكسر الإيه اللام، فهما من الإيه الملوك، تمام، هما داود وسليمان، وهذا إيه بناء على قراءة الكسر التي قرأ بها ابن عباس والحسن البصري والضحاك، وما أنزل على الإيه على الملكين. يبقى إذن الذي قيل في خلاصة الكلام إنه الملائكة معصومون، وما قيل في قصة هاروت وماروت كلام، هذا يحتاج إلى آثار وإلى نقول قوية ولا يقدح، لأنه النص القرآني محتمل، هل ما موصولة، هل ما نافية، هل في ما هو أنزل ولا لم ينزل، وهل هما ملكين أو شبه بالملائكة لصلاحهما، ولا هما ملكين أو ملكان بالكسر، إلى غير ذلك، كل هذا محتمل، لكن الموضوع دخلته الإسرائيليات بطريقة، وكبار المفسرين حتى يعني اغتروا به بهذه النقول وصحها هو وفسروا على أساسها، لكن الإمام الرازي نفى ذلك نفيا صريحا. شوف كلام الإمام الرازي، والإمام الرازي بيقول الرواية دي فاسدة مردودة غير مقبولة، لأنه ليس في كتاب الله ما يدل على ذلك، بل فيه ما يبطلها من وجوه. وتكلمنا في الكلام الجميل اللي قاله مين؟ الإمام القرطبي، إنه ما للنفي، تمام كده، والكلام فيه تقديم وتأخير، يعني كده تقدير النص كده أن الله تعالى يقول اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، وما أنزل يعني السحر على الملكين، ولكن اللي كفر مين؟ الشياطين، تمام. ومين اللي علم الناس السحر في بابل؟ الشياطين. ومين الشياطين اللي علمت هاروت وماروت؟ يعني دول بدل من الشياطين. يجي واحد يقول لك ده الشياطين جمع وهاروت وماروت مثنى، فكيف يبدل المثنى من الجمع؟ قل له أصلا دول اسم قبيلتين، يعني ده جمع أيضا، يعني هذا جمع وهذا جمع. وهذا الذي قاله القرطبي أن هذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل، وأصح ما قيل فيها،
ولا يلتفت لسواه، لأن السحر من فعل مين؟ من فعل الشياطين. وإن خدنا برأي الجمهور وتركنا كلام الإمام القرطبي فنقول إنه الله تعالى أنزل السحر من أجل غرض شريف، أن الملائكة يعلمون الناس حتى يفرقون به بين الإيه؟ بين الحق والباطل أو المعجزة، ويعرف النبي من الكذاب، بدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، احنا بنختبر الناس فلا تكفر. واضح كده؟ والله تعالى أعلم. يلا أقول. وأما هاروت وماروت فالأصح أنهما ملكان لم يصدر عنهما كفر ولا كذب. لأن الأصح يعني معناها في آراء أخرى صحيحة أنهما إيه؟ ليس ملكين. وتعذيبهما إنما على هو على على وجه المعاتبة كما يعاتب الأنبياء على السهو. يعني يعني أقول لك عوتبوا، يعني التعذيب اللي ذكر في شأنهما إنما هو المعاتبة كما يجوز هذا في حق الأنبياء. وكانا يعظان الناس، يعني كانت مهمتهما على حسب قول الجمهور يعلمان الناس، يعظان الناس يعني يحذران الناس، ويعلمان الناس السحر ويقولان إنما، يعني التعليم هذا من أجل فائدة أو من أجل غرض، زي ما أنا مثلا بعلمك السحر أجيب مثلا عصا أو شيء وأعمل كده وأرميها وأبين لك هذا هو السحر عشان إذا رأيته تعرف أن هذا سحر، وإذا رأيت الآخر بدأ معجزة، بقينا في غرض شريف. زي ما في واحد في غرض شريف، في قصة غريبة حصلت فعلا، أن واحد علم ابنه الأحاديث، خلاه يحفظ 2000 حديث 2000 حديث ليل نهار، والولد يحفظ لما تعب جدا 2000 حديث يعني أكثر من القرآن وبعد ما حفظ هذه الأحاديث قال له أبوه: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حديثا واحدا. فالولد يعني كاد يصيبه الجنون، كل هذه الأحاديث ما قال. نعم قال: طب إذن فلماذا تعلمني؟ قال: حتى إذا سمعتها تعلم أنها ليست من الحديث. فهو علمه عشان يعرف الأحاديث المكذوبة، فعلمه الأحاديث الكذب عشان يعرف الصدق، فإذا سمع منها حديثا وهو يحفظه يعلم أنه كذب، فإذا لم يكن يحفظه فهو صحيح. هذه يعني هو فكر هذا التفكير، أنه يعلم الأحاديث الباطلة حتى يعلم أن الحق في خلافها، مفهوم؟ فممكن يكون هذا هو يعني يقرب لي المعنى. وكان يعظان الناس ويعلمان الناس السحر ويقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر ولا كفر في تعليم السحر. ولا كفر في تعليم السحر، يعني إذا كان الإنسان يتعلمه، يعني ممكن أنا مثلا نروح أتعلم السحر ليس لأذى الناس وإنما لإبطاله، عشان لو جاني واحد مسحور أعرف أنا إيه يعني أعالجه، إنما إذا كنت أنا لا أعرف السحر فكيف أعاليه؟ مسكين يموت أمامك ويتألم. فإذا بس طبعا لماذا نهى الجمهور عن تعليم السحر؟ لأنه الناس إيمانها ضعيف، ممكن يجيلك لحظة ضعف وأنت تعرف السحر، فأنا مثلا آذيتك أو مثلا يعني شتمتك تروح إيه تنتقم مني، لأنه الإنسان غير مأمون عند الغضب وعند فيقول لك لا، لأنه مثلا زي النهي عن حمل السلاح، ممكن إنسان صالح وكذا أنا بحمل السلاح ربما في الليل يخرج علي لص أو مثلا سبع فأدافع عن نفسي، هذا غرض مشروع. لكن يمكن أن واحد مثلا من الناس الصالحين يحصل معك كلام شديد بينكما فلا تستطيع أن تسيطر على نفسك فتخرج السلاح فتقتله، فلأجل هذا منع، لأنه الإنسان عند الغضب يغيب إيه؟ تفكيره ويغيب عقله، يبقى عشان كده يمنع. إيه اللي يضمن أنك أنت عند الأزمة تملك نفسك؟ فممكن واحد يعرف السحر
فيجي مثلا سؤال في الامتحان لم يجبر يعمل سحر للجنة يعزل الناس كلها. لكن إذا كان إنسانا يؤتمن وعنده من الدين والخلق اللي هنا يتعلم السحر أحيانا يكون واجب التعليم لأجل إنقاذ اللي هو وقع عليه الضرر. يبقى إذن تعلم السحر هو في المشهور أو في الغالب حرام، إلا إذا كان لغرض حسن، تمام، وقيل مكروه يعني مش حرام. الحرام في العمل، وذلك قال ولا كفر في بل في اعتقاده والعمل به. لما تعتقد انه لي تأثير وتعمل هو ان الكفر، انما مجرد التعليم، بل هناك من قال بوجوبه لهذا الفرق، تمام، عشان نفرق به بين المتنبي. ممكن بعض الناس العوام لما يشوف السحر يظن انه ده معجزة ويظن انه من الخوارق فينخدع، والآخر يدعي الألوهية أو يدعي النبوة فيتبعه. إنما لو كان يعلم ويعرف زي بالضبط الناس اللي تعرف تميز بين العملة أو الذهب المزور والذهب ليه، هذا لا يعرفه الناس جميعا. ممكن واحد يجيب لك قطعة فترى أنها ذهب وتدفع فيها وهي ليس الذهب، كيف تعرف هذا إذا لم تكن تعلم الفرق أو تعرف تختبر الأشياء؟ ده حتى النقود، في بعض الناس لو رأى الدولار يعرف أنه مزور، وفي بعض الناس مسكين لا يعرف. فأحيانا يتحتى من أمر، لكن لو علمناك كيفية تزوير الدولارات هتروح على طول تزور وتستعملها في الاسم. يلا يا شباب، ولا كفر في تعليم السحر بل في اعتقاده والعمل به. بس والله أعلم.